سبحان الله. بس مشاهدي قناة شوف تي في، هذه اللحظات يتم خروج ديال الشابين من اجل الدفن، العائلات ديالهم مرونين، انا لله وانا اليه راجعون، الوالدين ديالهم مرونين، يعني كلشي خارج كيبكي، ما تبرناش نصورهم ساكن تحت حشومه، كلشي خارج كيبكي، كلشي خارج مرون. دابا غيخرجوا يركبوا في السيارات ديالهم، السياره الاولى هاي غادي تمشي والسياره الثانيه حتى هي. إنا لله إنا إليه راجعون. شابين اللي توفوا البارح في إطار حادثة سير مميتة، اللي كانوا راكبين على متن الدراجة ديالهم، وواحد كانوا دايرين طوموبيلة ديال وشاحنة ديال الزبال حتى هي دايرة، اللي زيراتهم ودازت فوق منهم. زوج شباب أصدقاء كانوا كيفكروا في السفر للديار الأوروبية باش يخدموا، ومساكن قدر الله وما شاء فعل، كانوا ما كيتفارقوش وكانوا بغين يسافروا بجوج وماتوا بجوج، ماتوا بجوج. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أم أحد الشباب في هذه اللحظات منهارة، الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين. الله يصبرهم، الله يصبرهم. المرحوم الاول هو غادي، الله يرحمه، الشاب الاول هو غادي وصاحبه حتى هو يتبعو. إنا لله وإنا راجعون. الشابين اللي توفوا البارح في إطار حادث سير، هاد اللحظات غادي يخرجوا من مستودع الأموات بالرحمة، العائلات ديالهم مشيو. إنا لله وإنا راجعون. مشهد صادم مؤلم. علاش جيبونا؟ مازال العائلة، أم مسكينة تابعة ولدها، أم مسكينة تابعة ولدها في السيارة. صعيب أنك يكون عندك واحد الوليد بقى صغير تأمل فيه بزاف ديال الحوايج، وفي الآخر تم جايب وتم غادي باش تدفنو. إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تيفي، إلى حين باشا.